وصلت مقاتلات روسية من قاعدة حميميم شمال سوريا إلى ليبيا، وستكون أبرز مهام هذه الطائرات الاشتراك في الحرب الجوية الوشيكة غير المباشرة بين روسيا وتركيا في الأجواء الليبية، ومحاولة تدمير الدفاعات الجوية التركية في قاعدة الوطية تمهيدا لهجوم مضاد شديد. التطورات الميدانية المتتالية في ليبيا قلبت موازين الأمور لصالح قوات حكومة الوفاق المدعومة بشكل مباشر من أنقرة، التي تفيد التقارير أنها أرسلت أكثر من 9000 مرتزق سوري إلى الساحل الغربي الليبي، والتي يبدو أنها لم تكن ضد جنرال خليفة حفتر والجيش الوطني الليبي، وإنما ضد داعميه وخاصة روسيا، الأمر الذي قد يدفع الأخيرة لإلقاء المزيد من ثقلها واعتادها العسكري في هذه الحرب للثأر. التصريحات التي أدلى بها أمس اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، وقال فيها إن الفرق الفنية تمكنت من صيانة وإصلاح 4 طائرات مقاتلة ليبية سوفيتية الصنع، وجرى إدخالها في الخدمة مجددا، كانت تضليلية حسب رأي العديد من الخبراء، والهدف منها التغطية وحرف الأنظار عن وصول 8 طائرات روسية إلى قاعدة الطبرق الجوية شرقي ليبيا، 6 منها من طراز ميك 29 و2 من طراز سوخوي 24 الحديثة. الدعم الجوي الروسي انطلق من قاعدة حميميم، وستكون أبرز مهام هذه الطائرات الروسية الاشتراك في الحرب الجوية الوشيكة غير المباشرة بين روسيا وتركيا في الأجواء الليبية، ومحاولة تدمير الدفاعات الجوية التركية في قاعدة الوطية تمهيدا لهجوم مضاد جديد لإعادة سيطرة قوات الجيش الوطني عليها ومنع إقامة قاعدة تركية فيها. ومن المتوقع أن تعمل التطورات العسكرية غربي ليبيا على بلورة موقف دولي يميل إلى التسويات السياسية، ليس باعتبارها دعما لقرارات الأمم المتحدة بقدر ما هي تعبير عن انحسار الحلول العنيفة بعد خسائر الاستثمار السياسي بين الأطراف المتناحرة وتراجع فعالية الأداة العسكرية ضد طرابلس مرة أخرى. ونظرا إلى تعدد الفاعلين في ليبيا، لن يكون مجديا احتكار مجلس الأمن تقرير مصير الحرب الأهلية، حيث أن عودتها تستبعد أطرافا فاعلة من غير أعضاء المجلس، وعلى هذا يكون البديل أن تتضافر الحلول الملائمة لدفع الليبيين إلى الدخول في مرحلة سياسية جديدة يتراجع فيها الوزن النسبي للنخبة الحالية. فهل تقرب الأحداث الميدانية المتلاحقة الحل السياسي خطوة إلى الليبيين، أم أن هناك حروبا أكبر وبشكل مباشر بين روسيا وتركيا؟ والحديث عن هذه التطورات بالجملة في المشهد الليبي، يسعدني أن أرحب بضيفي من اسطنبول دكتور فرج دردور محلل سياسي، وأجدد لك التحية ضيفي من بيروت دكتور زكريا حمودان خبير بالشأن الإقليمي ومدير المؤسسة الوطنية للدراسات والإحصاء. دكتور فرج مساء الخير، لو أبدأ سؤال هذا المحور من عند حضرتك، ماذا يحدث في ليبيا؟ انقلبت الموازين، هل ستتبدل الأمور؟ هل سيكون هناك نيابة عن حرب الإنابة، حرب دخول الأصيل إلى الخط؟ وهنا أتحدث عن كل من تركيا وروسيا في الساحة الليبية. مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين أيضا. أهلا وسهلا. الحقيقة في ليبيا نحن لدينا أزمة مفاهيم. يعني نحن أنا يعني لاحظت في تقريركم تنادون مش عارف اللواء المسماري والمشير حفتر. إذا كان هم هؤلاء الويا ومشير وجيش، فلماذا نحاربهم بطرابلس أصلا؟ هؤلاء حقيقة مجموعة متمردين. طيب، منحهم عقيل صالح، أي شخص مدني ليس له علاقة بالعسكرية، أعطاهم مرتب يعني من نقيب، صار في خلال أشهر إلى لواء ومشير ومش عارف إذا كان فيه رتب أخرى. طيب، هؤلاء ليسوا عسكريين، ليسوا بعسكريين. خليني نرد عليك بس دكتور فرج بالتوضيح، إيه؟ من كل اتجاه. طيب دكتور فرج، لو تسمح لي طبعا نوضح هاي النقطة. كل التقارير الإعلامية والمواقع وحتى اللي صادرة من ليبيا تتحدث بأن اللواء المسماري هو لواء وخليفة حفتر هو مشير. ما تبقى من الأمور هي نسبية، حضرتك أنت ضدهم، أنت مانك متفق معهم، هاي النقطة تعود لك، ولكن نحن نتناول الأمور بشكل مهني، وأنت حضرتك لمست هذه المهنية، وأهلا ومرحبا بك بالطاولة المستديرة وعلى شاشة قناة اليوم. تفضل أكمل الفكرة دكتور فرج. أوضحت. إيه؟ بالنسبة للمحشة في طرابلس، حقيقة نحن قلناها، أنا كتبت على صفحتي من أكثر من سنة، قلنا بأن هؤلاء طبعا ليس لديهم أي مشروع سوى القتل والدمار والتخريب، ولن يعني لن يكون لهم أي انتصار. وأعتقد أنا من تقريبا من سنة وأقل نخرج على قناتكم
وأكرر في هذا الكلام بينما يكون ضيف الآخر دائما اللي تحضرونه من منطقة بنغازي يقول بأننا ما زالت ساعات وما زالت لحظات وسوف ندخل طرابلس وسوف كذا. الآن يعني أنت حكم بيننا والآن كل شيء أمور تمام. مسألة تركيا دخلت ليبيا بعد 9 شهور أو بعد 8 أشهر من دخول الفانجر والجنجاويد، وهذا ليس كلامي، كلام تقارير الأمم المتحدة. اليوم عندنا أسرى وعندنا جثث للروس والأمور واضحة جدا. يعني عندما تأتي بشخص ملحد يقتل أخوك المسلم في شهر رمضان الكريم ثم تلوم بأنني أتعاون مع دولة تركية لدينا معها تحالفات استراتيجية منذ الزمن ومنحه القذافي جائزة القذافي لحقوق الإنسان حتى صار ينادي في إعلام القذافي أردوغان الحاصل على جائزة القذافي لحقوق الإنسان. فيعني لماذا اليوم هذا التدليس؟ عندما جاءت وعاد أعمة الشرعية صارت تركيا موضوع آخر. إذن القصة من جلب المرتزقة ومن قتل الليبيين ودمر المدن وهو الآن مدحورا مهزوما في كل الجبهات، هو من يتحمس لي وبإذن الله سوف نقبض عليه ونحاكمه محاكمة عادلة. طيب. وكل من تورط معهم مصيره بإذن الله إلى السجن. نعم. أو الهروب. أنا ضيف اليوم من بيروت مو من بنغازي، هو الدكتور زكريا. دكتور زكريا، لو أخذ وجهة نظرك بكل ما تفضل به الدكتور فرج من تدخل روسي من تدخل تركي، يعني برأيكم هل في ظل هذه المعطيات هناك حرب جوية وشيكة بين الطرفين، وأليس الشعب الليبي هو من يدفع فاتورة هذه الحرب التي تزكيها أطماع المتدخلين فيها؟ دكتور زكريا. طبعا أنا هنا لأتحدث في العلم السياسي وليس بأي شتيمة لأي طرف. فلذلك أولا حكومة السراج عقدت اتفاق الصخيرات وكان بوجود المشير واللواء وما إلى ذلك، وكانت الأمور تمام التمام. فلذلك أنا أعتبر بأنه أولا يعني لا أقبل على نفسي أن أتحدث بأي شتيمة، وأشكرك على تصليح هذه المفاهيم التي أسماها ضيفك مفاهيم. هلأ بالنسبة لموضوع التعاون، يعني أنا خلينا نتحدث بشق الجيوسياسي، ما هي أهمية ليبيا بالنسبة لتركيا؟ تركيا اليوم ترسل الطائرات وتضرب الشعب الليبي بتأييد من جزء من الشعب الليبي وجزء آخر لا يؤيد، ولكن موقع ليبيا الجيوغرافي يعطي أهمية جيوسياسية نتطلع في الخريطة من خلالها إلى تونس وإلى مصر من جهة ثانية وإلى الجزائر بنسبة أقل. هذه الدول هناك مشروع إخواني في الشمال الأفريقي يتمثل بالغنوشي في تونس والإخوان في مصر، وهم يتحركون الآن من جديد من أجل تحريك عجلة، في حال تطور الساحة الليبية يتحركون من جديد من أجل تحريك عجلة التحركات في الشارع وما إلى ذلك. وسبق ورأينا الدم المصري والدم التونسي يسيل في الشارع بسبب هذا المشروع الإخواني. فلذلك جغرافيا ليبيا لها أهمية استراتيجية لتركيا في شقين، الشق الأول أتحدث فيه عن المشروع الإخواني، الشق الثاني ليبيا هي مطل نحو أوروبا وهناك خط غاز يوصل طرابلس بإيطاليا. هذا خط الغاز له أهمية كبرى لأن أتحدث عن جنوب أوروبا، وعندما نتحدث عن الحدود التركية فتركيا تريد أن تحدث وجود كماشي على أوروبا. هنا تقوم بعملية ابتزاز الاتحاد الأوروبي من جهتين، كما رأينا في المرحلة السابقة هددت تركيا اليونان بفتح فتح الطريق أمام اللاجئين وأرسالهم إلى أوروبا. فجأة انتهى الموضوع وتم لفلفة الموضوع وإعادة الناس إلى الداخل التركي. فلذلك تركيا التي يتغنى بها ضيفك تستعمل البشر وتستعمل المرتزقة السوريين الذين يأتون من إدلب، وهؤلاء يعني للأسف هؤلاء هم أكثر تطرفا من التطرف، يعني هم الأكثر تطرفا في العالم، وتم غسل أدمغتهم وأدلجتهم من أجل إرسالهم إلى الداخل الليبي. فعندما نتحدث عن سفك الدم الليبي هناك أبعاد جيوسياسية وجيو
تحدثت عنها. فتركيا تريد أن تستثمر في الغاز الليبي، تركيا تريد أن تؤثر جغرافيا على أوروبا من أجل ورقة واحدة يحدث فيها أردوغان تحول كبير في الداخل التركي، هي عملية إدخال تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. هنا يصبح دور أردوغان، أهمية أردوغان يقول للأتراك أنا أدخلتكم إلى الاتحاد الأوروبي. من يدعم هذا المشروع، هناك خلف هذا المشروع هو قطر، ونعيد ونذكر بأن قطر لها مصلحة بأن يكون لها بوابة طيب يعني إلى أوروبا. دكتور زكريا، يعني طرحت كثير من النقاط لابد الدكتور فرج يعقب عليها، ولكن ضمن سؤال مركب مني أنا دكتور فرج، التدخل التركي هو ليس كرمة ولسواد عيون الليبيين، ولكن هو هناك أبعاد جيوسياسية واقتصادية وأطماع وإلى آخره. وإن كان لو كان الموضوع من باب موضوع الإسلام كما قلت حضرتك، أنت عم تشوف الدور التركي إن كان في سوريا وإن كان في العراق. دكتور فراج تفضل. يا صديقي، أولا نحن ليس لدينا ما نضيف من علاقات أخرى جديدة بيننا وبين تركيا. نحن نستورد من تركيا من يعني أقل قطعة صغيرة لربما مع سمحني عود الأسنان إلى أكثر شيء إلكتروني نستورده من تركيا، ولدينا علاقات معها بما فيها المجرمين اللي موجودين في الرجم المتمردين يبيعون خردة الحديد اللي يفكونها من أعمدة الكهرباء يبيعونها في 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 تركيا، الأموال الفاسدة يبيضونها في تركيا. بالتالي ما هو الذي سوف يضيف في العلاقة الاقتصادية أو مخاوف بينه وبين الأتراك إذا كان نحن نستورد في كل شيء من تركيا ونعالج تقريبا كل شيء علاجنا في تركيا؟ على الأقل في الماضي كانت سوريا، يعني كنا نستورد الملابس من سوريا ونستورد بعض الحلويات والأشياء، هذه الآن غير متاح. الآن التجارة تقريبا كاملة في مئة يعني من تركيا، والعلاقات كما تراها، السفر، السياحة، كله موجود. فما الذي سوف يؤثر على هذه العلاقة أو يضيف إذا كانت تركيا طورت علاقتها معنا من دحر العدوان؟ ضيف كل كريم يتكلم بعلمية وجيوسياسية وأنه محايد، ثم انزلق فجأة يعني تركيا ومش عارف إيه وكذا. بعد ليه متكلمش على الفاغنر؟ ليش متكلمش على الجنجاويين؟ لماذا لا تتكلم على هؤلاء المصائب الذين قتلوا من الليبيين الآلاف والذين دمروا المدن؟ لماذا لا تحدث عليهم سيدنا في لبنان الذي يدعي الحياد وهو يشع بالحقد والكره على تركيا دون أن يقدم نقطة واحدة موضوعية، سواء الحقد وأدلب ومجموعة إرهابية؟ وين المجموعة الإرهابية؟ ماذا تفعل في ليبيا يا أخي؟ مجموعة ناس مدربة تحت السلطة العسكرية التركية منضبطة وتقاتل ودحرت العدو، ويعني سمي لي في اسماء في سوريا. نحن يحتلون ادلب يا استاذ، يحتلون ادلب، يحتلون ارض عربيه. طيب يحتلون ارض عربيه، يحتلون ادلب. دكتور زكريا، دكتور فرج، الحديث هذا انا تحدثت تحدثت بشكل محايد. انت طيب انت تريد ان تدافع عن تركيا؟ انهم يحتلون ادلب، فشر بعينهم يحتلوا ادلب او يحتلوا ليبيا. طيب انت ساكن، انت اليوم موجود في اسطنبول، انت موجود في اسطنبول. طيب دكتور، انت خليك في اسطنبول، ولكن لا يمكن للتركي ان يحتل اي ارض عربيه. طيب دكتور زكريا، دكتور فرج ما قطعك، برجع لعندك، تفضل دكتور فرج تفضل. يا اخي انا نقول اول شيء انا اعمل انه يتحدث، ما فيش داعي. هو الاخ ليس ليبي وعلاقتك مع تركيا، احنا لسنا بها علاقه، نحن لدينا اتفاق دوله لدينا. هل اختلف دكتور فرج؟ دكتور فرج انت عربي يا رجل، شيء بشيء يذكر. السوريين المرتزقه اللي بليبيا كمان مو ليبيين واصدقاء مع تركيا، يا يعني يا اما انها تدعم دوله يعني انظمه مستبده تقمع شعوبها وتقتلهم وتخرب البيوت، وإما تركيا يعني شيطانة، يعني بأي منطق؟ طيب احترم شعبك، تركيا مش حتوصل فيك، تقتل شعبك أي واحد ممكن يوصل فيك. طيب خليني أسألك دكتور فرج، خليني أسألك، يعني نحن قناة اليوم طبعا نريد السلامة للليبيين ولليبيا وحدة وشعبا وكل هذه الأمور، وندين كل التدخلات في الجانب الليبي مشان ما تتهمنا أنه نحن طرف أو على حساب آخر، تمام؟ بس الفكرة أنا كنت تصدقه، ولكن كنت تؤيدونه في تقدمات الجيش. لا دقيقة، نحن عم نتناول الأمور من باب المهنية. دكتور فرج، يا دكتور فرج دقيقة مشان ما تتهمني باتهام
يعني كبير وكبير جدا، وانا بحب ليبيا وربيت فيها سنوات طويله. خليني افيدك. انا بشكل مهني بنقل الواقع العسكري والميداني، الجيش كان واصل وكان متقدم والى اخره، هذا بحث اخر. ولكن فكره انه حضرتك تقول انه الدكتور ليس بليبي، هو عم يحكي من منطلق سياسي صرف، ولكن اذا انا حاججتك بنفس الحجه، السوريين المرتزقه اللي عم تبعتهم تركيا ما هم ليبيين حتى يتدخلوا بتركيا، كذلك الامر ينطبق على الروس وعلى الفيغنر وعلى اللي انت حضرتك سميتهم. بس للتوضيح فقط دكتور زكريا، يعني مساله الان برايكم اليس كل التدخلات في الشان الليبي هي مدانة؟ يعني قلنا سابقا بان الليبيين هم من يدفعون فاتوره هذا التدخل، ولكن انا لا هل خليني كفيلك بس خليني كفيلك لو سمحت دكتور زكريا، هل بالفعل الان ليبيا دخلت مساله سورنت الملف من قبل تركيا وروسيا؟ هل سنشهد تصادم عسكري حقيقي ان كان في الجو او في الارض في ظل هذه المعطيات؟يعني اولا يعني عندما يتحول الحوار الى حوار خارج السوق السياسي والاتهام باني تابع لفلان او اكره اي اخي، انا تحدثت عن مشروع اطماع محدده في الارض الليبيه لهذا الفريق، لذلك تدخل. يعني اليوم كل صاروخ وحقه مليون دولار ومليونين دولار، ما في حدا يكب، هذه ليست جمعيه خيريه. فلذلك طبعا يعني التدخل، سواء كان التدخل الفاغنر اللي هني مرتزقه كذلك الامر، يعني مش انا اتحدث بان هناك تدخل، هناك تدخل رسمي. حكومه السراج حولت الاتفاق، هي كان اسمها حكومه الوفاق، اليوم اسمها حكومه السراج، حولت الاتفاق بين الشعب الليبي الى حرب. هذه الحرب حصلت من خلال خلافات ليبيه. ولكن عندما نتحدث بأنه لماذا تدخلت تركيا ولماذا ترسل المرتزقة السوريين ولماذا يا أخي استعان الجيش الوطني الليبي بمثلا بناس من خارج ليبيا، يعني الجيش الليبي استعان مجموعات لنفترض، ولكن تركيا بنفسها تدخلت، وهذا تدخل سافر في دولة عربية، وجزء من الشعب الليبي وقع معهم. ليس الفريق الذي اجتمع باتفاق الصخرات لم يوقع بكامله، لا، يعني الوجود التركي في ليبيا هو وجود ليس بطلب من جميع الشعب الليبي، ولكن انا ما شفت، لم ارى مثلا، ارى دعم، هناك دعم للجيش الوطني الليبي، ولكن نتحدث نحن انه يا اخي انت ليبي، في مطامع لمشروع الاخوان بليبيا من أجل التمدد في الشمال الأفريقي من أجل أهداف تخص تركيا، وفي مطامع لقطر بأن تستثمر في الغاز من أجل كذلك الانفتاح وأرسال الغاز إلى أوروبا. أنا أتحدث بشكل سياسي، ما تأخذني على الأمور اللي أنا بعتبرها ثقافات في الحوار. ما بدنا نتهم، حتى تتهم الإذاعة، يا أخي هذا التلفزيون محايد، أنا ضيف وأنت ضيف، لماذا تتهم التلفزيون كمان؟ شو بدنا نقعد نقيم العالم نحن؟ حدثني بالسياسي، قل لي انه لا يوجد، يعني تحدث عن عمليات تجاريه بين ليبيا وتركيا. اخي العمليات التجاريه قائمه بين جميع دول العالم، مش فقط بين ليبيا وتركيا، يعني هناك مطامع لتركيا في ليبيا. اذا اتى الجيش الوطني الليبي اليوم، المشير خليفه حفتر اتى بمحتل اخر مثلا لنفترض، اتى بوقع مع الولايات المتحده الامريكيه واتى بالجيش الامريكي اللي يقصف حكومه السراج، ساقف الى جانب حكومه السراج، بس ولكن حكومه السراج هي من اتت ووقعت مع التركي تفاهم طيب. عسكري طيب، يعني فقط نتحدث بعلم، ما بدنا نتحدث بعناوين يعني. طيب انا وأنا غير مؤيد طيب. انا غير مؤيد لاي دكتور زكريا، طيب خلينا نتقاسم بيناتكم هذا الوقت دقيقتين. دكتور فرج، لماذا لا يذكر موقف الليبيين بشكل عام؟ يعني دكتور زكريا كلامه واضح جدا، هناك فئة فقط من الشعب الليبي لجأت إلى تركيا وطالبت بالتدخل التركي، لماذا لا يأخذ رأي الليبيين بعين الاعتبار؟ أخي والله صديقنا الدكتور هذا هو يتحدث على العلمية ويتحدث عن هذا بالحوار وشيء من هذا القبيل، وأنا يعني حاولت أني يعني أنصت جيدا إلى كلامه ليطلع بأي نتيجة، لا ما أجد أي نتيجة، أجد أن تركيا والجيش والمشير، وهذا نفس الكلام حقيقة اللي يعادوا فيه جماعة الكرامة، من قال لك أن هذا جيش وطني؟ كيف تسميه أنت جيش وطني؟ من أعطاه هذه الشرعية؟ من أعطاه هذه الشرعية؟ هذه قالها السيد إيمانويل ماكرون في باريس في اجتماع، قال والله شرعية عسكرية، كيف أنت تنساق وراء ماكرون وتسميها شرعية؟
من سمى خليفة حفتر المادة الثامنة في الاتفاق السياسي؟ واضحة واضحة المادة الثامنة في الاتفاق السياسي اللي انت تكلمت عليه ماذا تقول؟ تقول منصب القائد العام للقوات المسلحة الليبية شاغر إلى أن يقوم رئيس المجلس الرئاسي بتعيين منصب لهذا المنصب. من عينه بهذا المنصب يا أخي؟ من عينه؟ يعني أنتم تتحدث بأن جيش وأن مشير وتنسى أنه أسير وليس له الحق ليس له الحق أن يقود جيش، وتنسى أنه يحمل جنسية أمريكية. أي دولة في العالم يا رجل، أي دولة في العالم يكون قائد جيش مجنس من دولة أخرى أمريكية؟ أي دولة في العالم هذه تقبل بهذا الكلام؟ غير تسمه في مسميات. عندك مشكلة مع تركيا أنت وياها عدي يعمل فيها، لكن نحن الليبيين لدينا إرادة حرة ونحن نستطيع. مسألة سأل سؤال ضيفك الكريم وقال ما السبب الذي جعل تركيا تدخل؟ وهذا قررته على قناتكم في الماضي. الذي جعل تركيا تتدخل ونحن وقعنا مع اتفاقية هو الفانجر الروسي، هو الجيش المصري، هو الجنجويد السوداني. هؤلاء هم من فرضوا علينا أن نستعين بالأجنبي. هل تعلم أن صحف الكرامة، صحف الكرامة الموالية لخليفة حفتر ماذا تقول؟ تقول نحن الفانجر قدمونا 7 كيلومتر ولكن تركونا في آخر لحظة. هل تعلم ماذا قال السيد المشير اللي تسمى فيه مشير ونحن لا نعتبره مشير؟ ماذا قال لمراسل صحيفة إكسبرس الفرنسية وكالة الأنباء؟ ماذا قال لها من يومين؟ قال عولنا على الفانجر ولكن يبدو أنهم غير قادرين، غير مهنيين. طيب. الآن واقعين في خصومة إخلاص، تخلصني وما تخلصني أنا ما ليش علاقة ندخلك لطرابلس، وهو بعد يقول له والله أنت أنا تعاقدت معك عشان تدخل لطرابلس. طيب. يا أخي هذا اللي مازال يدور الحوار، وتحدث عن تركيا وما تركيا يا أخي كلام هذا غير معقول. طيب غير طيب دكتور فرج ضل معي دقيقة، أنا ضل معي دقيقة، خليني أكون عادل بمسألة الوقت. دكتور زكريا بنهي معك الطاولة المستديرة، يعني تصعيد روسي تركي غير مسبوق والحديث عن اشتباك في الأجواء الليبية ممكن وبالتحديد في غربي البلاد، برأيكم هل بالفعل سيكون هناك سيناريو مطابق لما حصل في سوريا في الأراضي الليبية بين روسيا وتركيا؟ ماذا دكتور زكريا؟ يعني يسعى المجتمع الدولي اليوم لإيجاد حل عادل في ليبيا، ولكن دون تراجع تركي لن يكون هناك حلول. يعني دون خروج المرتزقة السوريين ودون خروج الأتراك وإنهاء الاتفاقيات التي تتعلق في موضوع تنقيب عن الغاز والنفط لن يكون هناك حل، لأن المعركة هي معركة نفط وغاز. واليوم ضيفك يتحدث من اسطنبول لأن هناك رعاية عالمية لمشروع الإخوان في العالم. يعني ما بدنا نحن نغض كل الطرف عن مشروع الإخوان. ويا أخي أنا بطلع معك بحلقة لاحقة بكشف لك شبكات الإخوان من أوروبا إلى تونس إلى ليبيا إلى مصر إلى الأردن إلى نحن نأخذ الأمور كأنه تركيا هي جمعية خيرية وحرام شافت الفاغنر موجودين. ما تركيا كذلك الأمر، يعني كانت ترى الفاغنر يشاركون هدول مافيا مثلا يشاركون في أي حروب عصابات. فلذلك أنت اليوم تعتقد بأن تركيا أتت بسبب وجود الفاغنر، ولكن تركيا أتت لأن هناك أهمية لليبيا. نحن ندافع عن ليبيا لأنها دولة عربية، ولا ندافع عن ليبيا لسبب آخر. ولا يعني لي يعني مثلا والله إذا الليبيون لما تفاهموا وحدث اتفاق الصخيرات تحدث بوجود تفاهم حول المستقبل ليبيا، وهذا أمر جيد. نعم أنا تجاوزت الوقت المخصص، أنا مجبر أن أنهي الحلقة. نعم ضيفي من بيروت دكتور زكريا حمودان خبير بشأن الإقليمي ومدير المؤسسة الوطنية للدراسات والإحصاء، شكرا جزيلا لك على رحابة صدرك وعلى تلبية الدعوة على كل كلام القيم. وشكر لك ضيفي من اسطنبول دكتور فرج دردور محلل سياسي على تلبية الدعوة على كل إضاءة التي أنرت بها حلقة الليلة. الشكر موصول لكم مشاهدينا، دمتم بخير، إلى اللقاء.